السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم الجمعة والأيام القادمة. فأول الله يرحم الوالدين، لكن إذا كتشوف هذه القناة لأول مرة دير اشتراك وديروا واحد لايك، الله يجزاكم بخير. وبالنسبة ليوم غد إن شاء الله فيتوقع أن تكون أجواء مستقرة إلى قليل التسعب مع أجواء غائمة في الأقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة. بالنسبة كذلك للفترة المسائية فيتوقع بإذن الله أن تكون بعض الزخات الرعدية على كذلك المناطق الجنوبية والأقاليم الجنوبية للمملكة، عواصف رعدية نسبيا قوية إن شاء الله ليوم السبت إن شاء الله. فيتبين لنا كذلك أجواء غائمة أقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة ونسبيا أجواء مستقرة في ربوع المملكة. كذلك بالنسبة ليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع أن تكون بعض الزخات المطرية على الجنوب الشرقي للمملكة على زاغورا ومرزوقة، لكن تبقى نسبيا زخات مطرية ضعيفة محليا. بالنسبة للفترة المسائية بإذن الله فيتوقع دخول بعض القطرات المطرية فوق مرتفعات الأطلس بإذن الله على مراكش والحوز بإذن الله، تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة كذلك للفترة الليلية فيتوقع تبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب. بالنسبة ليوم الإثنين إن شاء الله فيتوقع أن تكون بعض الزخات المطرية أقصى شمال المملكة على كذلك باب برد بإذن الله وإساقا، تبقى نسبيا أمطار ضعيفة ومتفرقة مع احتمال كذلك تساقطات مطرية على وجدة وكذلك بركان والناظور والحسيمة والدريوش وتوريت وجرادة بإذن الله. ابتداء من يوم 15 ليوم الاثنين إن شاء الله فيتوقع دخول بعض الزخات المطرية على أقصى الشمال الشرقي. بالنسبة ليوم 16 إن شاء الله فيتوقع أن تكون بعض الزخات المطرية فوق مرتفعات الريف، تبقى نسبيا ضعيفة مع تقدم منخفض جوي أطلسي سنرى إذا كان سيدخل إلى المملكة. أما بالنسبة كذلك الفترة المسائية ستكون أجواء نسبيا صافية إلى قليلة السحب في معظم مناطق المملكة. بالنسبة ليوم 17 إن شاء الله نوفمبر فيتوقع بإذن الله ويحتمل كذلك أن تكون أجواء غائمة أقصى جنوب المملكة وأقصى شمال المملكة مع احتمال بعض القطرات الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله فيتوقع دخول أمطار جد قوية على القويرة بإذن الله وأوسترد والداخلة بإذن الله. أما بالنسبة أمطار نسبيا جد عاصفية وقوية مع احتمال عواصف رعدية على القويرة وأوسترد وكذلك ربما تسريحات الداخلة بإذن الله. بعض أقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة ستكون أمطار جد عاصفية وقوية جدا. أما بالنسبة كذلك لليوم الجمعة فسوف تستمر بعض الزخات المطرية على أقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة مع أجواء مستقرة في باقي المناطق المملكة. بالنسبة إن شاء الله ليوم السبت إن شاء الله فيتوقع أن تبقى كذلك الأجواء مستقرة مع اقتراب منخفض جوي أطلسي. نأمل من الله دخول أمطار الخير في الأيام القادمة والله يعطينا الشتاء على قد نفع.